أنا الضلمة. إيه ده؟ يا عم مين اللي طفى النور؟ عامل لي فيها شبح بس. أنا اللي دايما هتلاقيني جواك، أنا اللي بلعب في عقلك وقلبك. أنا النور، أنا الصلح والخير والسلام، أنا المحبة. نيني 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 نيني. وأنا اللي بعرف أواجهك وأوقفك. توقفيني؟ توقفيني دي تقوليها لما يكون دايما بيسمع كلامك، لكن انت بتتدخل بشرك وتوسوس له. سو 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 سو. يا عم بتقول لك وسوسه مش سوسوه. وسوس 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 وسوس. انت اللي بتقلبها ضلمه بكلامك وافكارك الشريره، انت اللي بتولعها نار. والنار النار النار مكتوب لعيش في نار. وانت اللي فاكره انك بتعرفي تطفيها بكلامك الساذج اللي ما بيسمعوش ده. انت اللي ايه ده؟ ما تشوف يا عم اللي معدية قدامك دي. يا عم سيبك مننا، ده نجم مصر ده ولا ايه؟ ما تيجي معركة جديدة بتخدها كل يوم كل شوية. لما تقفل يا عم المزيكا دي يا عم. معركة جديدة بتخدها كل يوم كل شوية، ومع كل موقف بيحصل كلام كتير وصراعات بتحصل جواك وانت مش حاسس. احنا هنسمعها لك عشان تاخد بالك منها، وانت اللي هتحكم.